ازيكم حبايب قلب جيجي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حصري على قناه الشاشه فود، هنعمل مع بعض طريقه الزبادي اللي هو بتاع الشركات المعلب. هنعمله بالظبط بالظبط الناعم الكريمي ده، هنعمله في البيت حصري على من مطبخ جيجي على قد ايدي. النهارده هنعمل شويه زبادي بقى، مش قادره اقول لكم بقى، بجد بجد رائعين فوق الخيال. تعالوا بقى نشوف كل التكات والحركات علشان خاطر نعمل احلى زبادي من ايد جيجي ان شاء الله. بصوا بقى، انا معايا هنا لتر ونص من الحليب، طبعا الحليب اللي هو اللبن احنا غليناه، غليته كويس. كل ما يجي كده يعلى بوطي النار اخليه يغلي اكتر من مرة. بعد ما غلي كده هو معايا، استنيت عليه لما برد، بس ما بردش قوي، يعني ممكن كده لو نزلت كده بصباعي ما تلسعش. اهم حاجة دي حتة مهمة جدا، ان انت تحطي ايدك كده فيه ما تتلسعيش خالص، يبقى بارد بس ما يبقاش ساقع، دي اهم خطوة. تاني حاجة بقى اللي بيديني القوام الكريمي، معلقة كبيرة من لبن البودر، دي بتدي الطعم بتاع بره وبتديكي كمان القوام الكريمي. معايا بقى بصوا حاجة مهمة قوي ناس كتير بتقع فيها، معايا هنا كوباية زبادي بلدي كده كبيرة زي ما انتم شايفين. بصوا بقى، الكوباية الزبادي دي ما ينفعش ان انا اجيبها من عند اللبان واستعملها على طول، لا ما ينفعش، لازم اجيبها واسيبها في التلاجة يوم او اتنين، واسيبها لغاية لما تبقى خميرة، بس ما عديش عليها اكتر من 3 ايام، علشان هو اصلا صلاحية الزبادي اللي هو البلدي ده بتبقى 3 ايام، عشان بيبقى من غير اي مواد حافظة خالص، انما المعلب بتاع الشركات بيكون محطوط عليه مواد حافظة. فدي بتجيبيها من عند اللبان تحطيها بقى في التلاجة يوم واتنين، وتستعمليها بقى تاني يوم بالليل او تالت يوم الصبح. فدي اهم حاجة عشان تبقى معاكي خميرة زبادي، دي اللي بتنجح معاكي كمان الزبادي، ما ينفعش تجيبيه ويبقى صابح وتشتغلي بيه على طول. بس تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا كده اللبن معايا زي ما قلت لكم كده دافي بس بسيط، هنزل عليه بكوباية الزبادي كده اهو كلها مرة واحدة اهو، وهحط معلقه كده الكبيره دي لبن بودر، دي معلقه كبيره من لبن البودر. بص بقى، انا هضربه بالمضرب السلك ده كتير 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 قوي. لو انت مش حابه تضربي بالمضرب السلك هتاخديه وتفضلي تضربيه في الخلاط، يعني هتضربيه لغايه لما يعمل فوم كده اهو. كل بقى ما يتضرب اكتر كل ما هيبقى كريمي معاكي اكتر واكتر واكتر. بصوا اهو، يعني بصي لازم ان انا ادوب الزبادي ده خالص، عجينه الزبادي دي لو الخميره بتاعت الزبادي ادوبها جدا 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 جدا. هفضل بقى انا اضرب فيه بقى شويه كتار كده اهو، وبعد كده نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى كده انا دوبته كويس جدا جدا، ولو حابه كمان تضربيه في الخلاط تمام. بصي لبن صافي اهو، ما بقاش فيه اي تكتلات، دي اهم خطوه. بصي بقى، تحضري بقى معاكي كده سلطانيات كده من الفخار دي تمام، ما عندكيش سلطانيات الفخار دي، بس الفخار دي على فكره صحي جدا وبيديكي كمان نتيجه حلوه قوي. لو ما عندكيش ممكن بقى البايركس ده تمام، ممكن ازاز عادي اهو، يعني بصي هنحط بقى اي، ممكن كوبايات وكوبايات الازاز بتاعتك العاديه خالص، تجيبي كوبايات ازاز وتعمليه. اهو بصي بحط كده اهو بقى الزبادي بالشكل ده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وكمان دلوقتي انا مولعه الفرن بتاعي اهي، بتبقى بالشكل ده كده اهو. هصب انا كمان الكميه ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا مولعه على الفرن، والزبادي ده هيكون حصري على قناه الشاشه فود. بجد بجد قناه حلوه قوي قوي، وفعلا فعلا تستحق انها تكون في كل البيوت. من مطبخ جيجي على قد ايدي، استنوني هصب ده كله وبسخن الفرن ونرجع مع بعض تاني. تعالوا بقى كده انا صبيت الزبادي بتاعنا كده اهو، حطيته في السلطانيات وحطيته كده في الطواجن، وحطيت كمان بصوا حطيت في كوبايات كده، كوبايات ازاز عاديه، وادي السلطانيات برضو ازاز عادي خالص. حطيت كده الزبادي بتاعي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ومسخنه الفرن لسه ما قفلتوش اهو. بصوا بقى، انا غليت ميه سخنه بتغلي من الكتل، هنزل بيها دلوقتي في الصينيه بتاعتي، دي اهم حاجة عشان احنا في شتاء. لو في صيف دخلي الصينية بس الفرن وهو هيمسك، بس احنا في شتاء فلازم تعملي الخطوة دي اهو. بصوا اهو، بنزل كده بالمية السخنة عشان اوصل له حرارة عالية اهو، بالشكل ده كده اهو عشان يمسك معايا
اهو بغطي كده اهو، بس كده اهو، يبقى تلات ارباعه بس، والباقي برضو بقية الكمية اللي معايا بتاعت الزبادي هعملها برضو في صينية كده بالشكل ده، وهدخلها الفرن. دلوقتي بقى هطفي الفرن واروح مدخلاه بقى على طول، هيقعد بقى في الفرن من بالليل لغاية الصبح، يعني يعدي عليه 6 ساعات، مش اقل من 6 ساعات، وبعد كده اروح مطلعاه من الفرن، اروح مدخلاه بقى التلاجة، يقعد في التلاجة على الاقل 3 ساعات، وبعد كده تاكلي منه. هنشوف كل حاجة ان شاء الله بعد ما يعدي 6 ساعات. دلوقتي هو داخل الفرن، ونشوف بعض بعد 6 ساعات ان شاء الله يكون خرج، وندخله على التلاجة، ونوريكم احلى زبادي من مطبخ جيجي على قد ايدي. تعالوا بقى شوفوا الزبادي بتاعنا بعد ما عدى عليه 6 ساعات، تاني يوم كده كنت انا عاملاه من بالليل، ودلوقتي الصبح عدى عليه بالظبط 6 ساعات. تعالوا نشوف بقى المية دي، طبعا هنتخلص خلاص منها. تعالوا بقى نشوف بقى مسك معانا ازاي، وبقى عامل ازاي. بصي بصي ناعم ازاي، بصي. ولسه كمان هوريكي القوام الكريمي اكتر، بس يقعد في التلاجة لمدة 3 ساعات. ده بالنسبة للفخار. بالنسبة اهو للتاني اهو، بصي محطوط، انا حطيتهولك في كل حاجه اهو، بصي اهو، بصي. بالنسبه بقى للي كنا عاملينه كمان في الازاز اهو، موجود معانا، بصي اهو، بصي اهو، بصي متماسك معاكي ازاي اهو، ناجح 200%. اهو هوريكي تاني اللي عاملينه في البولات الازاز اهو، بصي بصي الزبادي اهو، بصي متماسك ازاي اهو، اهو في كوبايه الازاز اهو، بصي تعرفي لما تقلبي الكوبايه كده اهو، ما بينزلش ميه زبادي ولا اي حاجه، هيتحط بس في التلاجة. هدلق بقى الميه دي، وبعد كده هحطهم في التلاجة لمده 3 ساعات، وبعد كده بقى نمسك بالمعلقه واوريكم القوام بتاعه عامل ازاي. استنوني على مطبخ جيجي على قد ايدي من على قناه الشاشه فود، استنوني عندي كل جديد. تعالوا بقى نشوف الزبادي بتاعنا بعد ما خلص خالص، وطلعناه كمان من التلاجة بعد ما عدى عليه كمان 3 ساعات. تعالوا نشوفه بقى متماسك ازاي، بصوا بصي متماسك ازاي اهو، بقلبها كده ما تقعش خالص اهو، ناجح ناجح ناجح. ده بالنسبة للسلطانية، وبالنسبة اهو للاطباق التانية اهو، بصي بتاع الكوبايات برضو متماسك خالص اهو اهو، يا رب يكون واضح اهو، بجد بجد احلى زبادي اهو. تعالوا اوريكم بقى النعومية بتاعته عاملة ازاي، تعالوا نشوف نعومته، بصوا اهو، بصي متماسك ازاي، بصي ناعم ازاي، زي بتاع المحلات بالظبط اللي هو الجاهز مش البلدي، لان معلقة اللبن البودر دي خلته بقى ناعم خالص زي اللي بتشتريه بتاع الشركات اهو، بصي اهو. بالنسبة لبتاع السلطانيات برضو اهو، بصي ناعم ازاي وكريمي جدا اهو، بصي حلو ازاي اهو، حتى في الاطباق اهو، بصي ناعم خالص اهو اهو اهو، بصي زبادي ناجح ناجح ناجح، مش هتبطلي تعمليه خالص خالص. وبجد النهاردة يعني كان حصري على قناة الشاشة فود من مطبخ جيجي على قد ايدي، واستنوا مني كل جديد على قناة الشاشة فود، وبجد الشاشة فود لازم تكون في كل البيوت.